هل قوم صالح، قوم شعيب، قوم نوح، قوم إبراهيم، هل قريش ألم يكن واقعهم مصادما للنصوص ومصادما للتوحيد ومصادما للشريعة التي نزل بها كل نبي في قومه، ومع ذلك لم يستسلموا؟ قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآن بعد كل هذه التنازلات في تونس، هل رضي القوم على الحركة الإسلامية هناك؟ هل رضوا على الأستاذ راشد الغنوشي؟ لن يرضوا عنه حتى يتخلى عن دينه وحتى ينسلخ عن دينه. وبالتالي نحن القدوة عندنا في قول تبارك وتعالى في الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. نحن مأمورين بالاقتداء بالسادة الأنبياء، وأن نأخذ بالعزيمة، وأن نتفنن في تقديم مادتنا، وألا نعطي خصوم الدعوة الذرائع للاعتداء وللتحريف، أو تكون مقدمة لأن نتنصل من الشريعة. ولكن هذا المسلك الذي يتذرع به يا أخي أسامة، هذا لن يرضي عنك أحد. يعني الآن أنت حر في هذا الاجتهاد، أنت أو إخواننا في تونس أو ممن يقدر المصلحة في مكان ما. هذه التنازلات ستطمعهم أكثر في أن يعلوا شروطهم وفي أن ينحرفوا بالمسار. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون بالشريعة، ودوا لو تكفرون بالحرية، ودوا لو تكفرون بالدستور، ودوا لو تكفرون بحقوق الأمة المستضعفة. نحن اليوم مؤتمنون على نصرة الحق وعلى دفع التكاليف وعلى تحمل الأذى وعلى بذل الجهد وبذل الأنفس حتى تتغير موازين القوى وحتى يعتدل. اليوم هذه تزكية كبيرة لدار الإفتاء في ليبيا وللأبناء المصابرين والصابرين في أصقاع المعمورة. اليوم لسنا في برنامج ما أطلبه المستمعون. لو كان الأمر كما يذكر أخي أسامة لكنا الآن في رحاب من يريد أن يزين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم يريدون مثل هذا الطرح. وهذه التخريجات يريدون هذا التمهيد لهم وفتح الأبواب وهدم الحصون حتى تنساح أمامهم البوابات وتفتح أمامهم المصاريع والمغاليق حتى يعتلوا هذه الأمة فوق ما هم قد اعتلوها وأفسدوا عليها دينها ودنياها وساقوها إلى الفساد. هذا الكلام الذي يقوله أخي أسامة يصلح أن يقال مع القذافي 40 سنة وهو يعبث بالهوية.